أهلا وسهلا بكم. سأقدم لكم في هذا الفيديو آخر التطورات التي وصلت لها النسخة القادمة من بيئة المكتب جنوم، النسخة 3.8 مقارنة بنسخة 3.6 التي هي النسخة المستقرة حاليا. فهذه النسخة أي النسخة القادمة 3.8 حرفت لحد الآن تغييرات كثيرة جدا على مستوى الواجهة، الإعدادات، وأيضا البرامج. سأحاول تلخيص أهم هذه التغييرات في هذا الفيديو، وأبدأ بالحديث عن الإمكانيات الموفرة لمن يفضل الواجهة القديمة لجنوم، واجهة جنوم كلاسيك. سيتم التخلي عن نمط جنوم فايلباك واستبداله بنمط جنوم كلاسيك، هو الذي أستخدم حاليا، حيث أنه عبارة عن إضافة تثبت فوق واجهة جنوم شيل فقط. هذه الإضافات تأتي مثبتة افتراضيا، حيث يكون للمستخدم إمكانية الاختيار بين الدخول لجلسة بواجهة جنوم شيل أو الدخول للجلسة بواجهة جنوم كلاسيك التي أستعمل حاليا. جنوم كلاسيك تستخدم عارضة عليا فيها إمكانية الدخول للتطبيقات على هذا الشكل، وإمكانية الدخول للأماكن، مجلد المنزل والملفات أو المجلد الموجودة بها، أجزاء القرص، الصل، الملفات المفضلة، وإمكانية تصفح الشبكة. على الجانب الأيسر هنا لدينا إمكانية التنقل بين اللغات، الصوت، الشبكة، البطارية، التاريخ، وقائمة المستخدم للدخول للإعدادات، التبديل بين المستخدمين، الخروج من الجلسة، قفل الجلسة، أو إطفاء الحاسوب. في العارضة السفلى لدينا إمكانية التنقل بين النوافذ المفتوحة وأقصى اليسار، أيقونة تظهر عدد البرامج المفتوحة في شريط التنبيهات وليس عدد التنبيهات. يجب الضغط على هذه الأيقونة على هذا الشكل لتظهر لنا هنا البرامج الموجودة في شريط التنبيهات. ليس هناك إمكانيات كثيرة لتشخيص واجهة جنوم كلاسيك كما كان في واجهة جنوم كلاسيك أو جنوم 2 سابقا. حتى لو قمنا بالضغط يمين على العارضة فليس هناك أي خيار لتشخيصها أو إضافة عناصر لها. السمة التي أستعمل حاليا بالنسبة لواجهة جنوم كلاسيك هي السمة الافتراضية، إذن هي سمة رمادية كما تلاحظون، فهي السمة الافتراضية التي تأتي افتراضيا مع بيئة المكتب جنوم 3.8 في نسختها التجريبية. قلت هذه النمط أو هذا النمط جنوم كلاسيك هو فقط إضافة تثبت على واجهة جنوم شيل أو جنوم 3. وحتى لو قمت بالدخول لنمط أو جلسة جنوم كلاسيك يمكنك استخدام واجهة جنوم شيل، حيث بالتأشير على الزاوية اللامعة في أعلى يمين أو يسار الشاشة على حسب اللغة، تظهر لك واجهة جنوم شيل كما كانت أو كما تعرفونها، مكونة من قائمة للمشغلات، مساحات العمل، خانة للبحث، وهنا المكاتب الوهمية. هناك تحسينات على مستوى واجهة جنوم شيل سأستعرضها حاليا، حيث تم إضافة بالنسبة للتطبيقات إمكانيات، مثلا حين أقوم بالبحث عن شيء ما أو حتى إن لم أقم بالبحث، أولا هنا يمكنني أن ألاحظ ما هي التطبيقات المفتوحة. تلاحظ أن لديها هذا الظل أو التضبيب، فهي تعني أن هذه التطبيقات مفتوحة، ولو قمت بالضغط يمين عليها يعطيني إمكانية التنقل مباشرة للصفحة المفتوحة من ذاك البرنامج، أو إمكانية فتح نافذة جديدة، أو الإلغاء من المفضلة، أو الإضافة إلى المفضلة إن لم يكن موجود في المفضلة. حين أقوم بالبحث فأيضا تلاحظون هناك التفريق بين البرامج المفتوحة والغير المفتوحة، ودائما إمكانية التنقل للنوافذ المفتوحة من ذاك البرنامج. لو كان هناك أكثر من نافذة مفتوحة من برنامج كروميوم كان ستظهر هنا. هناك أيضا يعني جمالية أكثر على مستوى النتائج، تلاحظون هذا الخط هو يكون كفاصل بين فئات البحث. هنا البرامج، لو كانت هنا إعدادات لكلمة البحث هذه كانت ستظهر هنا ملفات وهكذا. إذن هناك عمل على مستوى التحسين أو تحسين على مستوى كيفية إظهار النتائج وأيضا على مستوى الجماليات. أعود لقائمة التطبيقات،
هنا في الأسفل لدينا الآن نمطين يمكن إظهار التطبيقات المستخدمة بكثرة وجميع التطبيقات، ويمكن أيضا البحث فيهما معا، مع الإشارة إلى أن الواجهة أو النظام يتذكر أي التطبيقات أو أي نمط اخترنا آخر مرة ويقوم بإظهاره. طيب، هذا بالنسبة لواجهة جنوم شيل. لو دخلنا إلى الواجهة بنفسي على هذا الشكل، فالضغط يمين الآن يمكن من الدخول للإعدادات وأيضا تغيير الخلفية، رغم أن تغيير الخلفية لحد الآن ليس له أي تأثير، أي هو عطف فقط. أما في النسخة النهائية، لأن استخدم نسخة تجريبية الآن، فالنسخة النهائية أو يجب أن يكون الضغط على تغيير الخلفية يفتح لي إمكانية تغيير الخلفية. ندخل الآن للإعدادات. يمكن الدخول إما من قائمة المستخدم أو الضغط يمين الدخول للإعدادات. عرفت تغييرات كثيرة جدا، هناك إعادة تصميم العديد من الإعدادات، إضافة إعدادات أخرى، تم إضافة مثلا إعدادات البحث، التنبيهات، الخصوصية والمشاركة، وأغلب الإعدادات الأخرى تم تغيير تصميمها أو إضافة خصائص جديدة لها. أستعرض أو لنستعرض معا أهم هذه الخصائص. إذن البحث، فهناك إمكانية التحكم في البحث. حين أقوم بالبحث هنا عن شيء ما، فلدي إمكانية البحث المتراسلين، الملفات، إضافة إلى البحث عن البرامج. في النسخة النهائية يجب أن تكون لي إمكانيات تحديد ما هي المجلدات التي أريد البحث فيها أو إضافتها لخاصية البحث عن طريق الضغط على هذه الأيقونة. في النسخة التجريبية الحالية ليس لهذه الأيقونة أي تأثير لحد الآن. يمكن أيضا إلغاء تفعيل البحث كما تلاحظون. حين أقوم بالبحث في واجهة جنوم شيل مثلا على هذا الشكل، فتلاحظون أن هناك، كما قلت، هناك فاصل على شكل خط فيه جماليات، لكن حين تظهر نتيجة في أو مجلد كنتيجة، فيمكنني الانتقال مباشرة لذاك المجلد، أو يمكنني من هذه الأيقونة فتح متصفح الملفات نوتيلوس في نمط البحث. إذن هذه إضافة أيضا. نعود للإعدادات. كانت هذا إمكانية البحث، ليس كما قلت ليس لي إمكانية إضافة مجلدات حالية، لكن في النسخة النهائية ستكون هناك إمكانية إضافة أو تحديد المجلدات التي أريد البحث فيها. إعدادات التنبيهات أيضا تمت إضافتها. هنا يمكن إلغاء التنبيهات أو تفعيلها، أو لو دخلت لتفعيلات أو تنبيهات خاصة أو إعداد تنبيهات خاصة ببرنامج ما، يمكنني إلغاء أو تفعيل التنبيهات الصوتية، إظهار لوحات منبثقة حين تأتي مثلا في برنامج تانلبرد رسالة جديدة، وأيضا التحكم في هل تظهر التنبيهات في شاشة القفل أو لا. حين أقوم بقفل الشاشة فيمكن إظهار تنبيهات خاصة ببرنامج ما حتى لو كانت الشاشة مقفلة، لأنه تم إعادة تصميم شاشة البلوج لواجهة جنوم، أي بالضبط لمدير الدخول جي دي إم، حيث الآن له شكل أو له تصميم يمكن من إظهار تنبيهات على شاشته. لنرى مثلا حين أقوم بقفل أو إصعاد الشاشة، فهي تصبح على هذا الشكل، تظهر التاريخ. ولو كانت هناك تنبيهات وأنا قمت بتفعيل إظهار التنبيهات على شاشة القفل، يجب أن تظهر تنبيهات هنا أيضا. بالنسبة لي لم تشتغل، لم تظهر لي أي تنبيهات، لكن أظن أن هذه الخاصية يجب أن تكون متوفرة في النسخة النهائية، لأن هذه النسخة التي أستخدم تجريبية، وبالتالي بها لازالت بها أشياء ليست مدمجة بشكل كامل. إذن هذه بالنسبة لهذه شاشة القفل، شبيهة نوعا ما بتصميم شاشة القفل الخاصة بالهواتف الذكية. لو قمت بجرها من أسفل إلى أعلى فتظهر شاشة إمكانية الدخول للجلسة على هذا الشكل، إدخال كلمة السر، أو
يمكنني أيضا استخدام أو دخول للكمبيوتر باستخدام حساب آخر. إذن هذه كانت إشارة للتغيير الذي عرفه أو عرفته شاشة القفل بالنسبة لواجهة جنوم شيل في النسخة 3.8. إذن هناك إمكانية التحكم في إعدادات التنبيهات بالنسبة لجميع البرامج. نعود لإعدادات أخرى وهي الإعدادات الخاصة بالخصوصية، يمكن تفعيل مثلا أو تعطيل قفل الشاشة والمعلومات الخاصة بالاستخدام والتأريخ وإفراغ المهملات والملفات المؤقتة، أيضا يمكن التحكم بها. يمكن أيضا التحكم بالمشاركة، لو كان جهازك موجود داخل الشبكة يمكنك تفعيل مشاركة الملفات. هنا إمكانية التفعيل، إمكانية إعطاء كلمة سر، وهنا يعطيك كيفية الولوج أو الوصول للملفات التي تقوم بتفعيلها. وأيضا هناك إمكانية مشاركة الشاشة، إذا هنا إمكانية إعطاء كلمة سر وأيضا رابط كيفية استخدام مشاركة الشاشة. إذا هذه كانت التغييرات أو الإعدادات التي تم إضافتها. هناك إعدادات كما قلت أخرى تم تحسينها أو إعادة تصميمها بشكل كامل. مثلا ندخل للخلفية، يمكن الآن عن طريق الضغط على الخلفية على هذا الشكل اختيار خلفية متوفرة افتراضيا مع النظام. هذه الخلفية الخاصة بأوبونتو لأني ثبت الواجهة على أوبونتو. هنا الصور، يمكن اختيار صور من جهازك ويفتح مجلد Pictures، مجلد الصور الموجود في مجلد المنزل. يمكن الضغط على صورة وهنا بعد التأكيد عن طريق اختار تصبح هي الصورة الخاصة بسطح المكتب. إعدادات أخرى بالنسبة للمنطقة واللغة لم تعرف تغيير كبير. هناك حسابات الإنترنت، أيضا يمكن إدخال حسابات خاصة بالإنترنت لم أستعملها. هنا هذه الحسابات الخاصة بجنوم، النسخة السابقة كانت خاصة بأوبونتو. بالنسبة للأعتاد هناك تغيير سيكون على مستوى الشاشة، لم يظهر لي لحد الآن، لكن سيكون هناك إعادة تصميم هذه الإعدادات. بالنسبة للشبكة تم تغيير تصميمها كما تلاحظون، هناك إعادة تصميم الشبكة، التحكم في إعداداتها. بالنسبة للصوت لم يقع لحد الآن أي تغيير. بالنسبة للطابعات أيضا هناك تغيير بسيط. بالنسبة للطاقة تم تغيير التصميم بشكل كامل. الفأر ولوحة اللمس أيضا تم تغيير تصميمها بشكل كامل. هنا يمكن اختبار الإعدادات. هذه الخاصية موجودة في أوبونتو 13.04، لا أعرف هل هي مأخوذة منه أم هي أيضا خاصة بجنوم، لأن رأيتها قبل في أوبونتو 13.04. بالنسبة للوحة المفاتيح ليس فيها أي تغيير، واللوحة وكم ليس لدي اللوحة الآن مرتبط بالجهاز لذلك لم أدخل له. بالنسبة للتاريخ والوقت أيضا تم إعادة تصميمه، يمكن فتح القفل والتحكم في إعدادات التحكم في إعدادات الوقت. الإتاحة لم يتم تغييرها، المستخدمين أيضا لم يتم تغييرها. وبالنسبة للتفاصيل هنا لدي كما تلاحظون أستخدم الآن النسخة 3.97، وهي تقريبا لنقول النسخة بيتا من 3.8. هنا يمكن التحكم في التطبيقات المبدئية والوسائط المنفصلة. إذن كان هذا ما يخص الإعدادات. الآن سأنتقل ل شيء آخر خاص بالنسخة 3.8 من جنوم، وهو متصفح الملفات نيوتيلس. فلو دخلنا لتصفح الملفات نيوتيلس فحدث به تغيير. الآن أستخدم النسخة 3.97 من نيوتيلس كما لاحظتم، الآن النسخة 3.97. بالنسبة لي أيضا لتسميات البرامج فأصبحت لها تسميات لنقل محايدة. في النسخة 3.8 بالنسبة لنيوتيلس أصبح الاسم اسمه الآن الملفات، بالنسبة لتوتم يسمونها الآن بقارئ الفيديوهات فقط موفيز، وبالنسبة لرايثم بوكس موزيكس. فتسمية لنقل محايدة. إذا بالنسبة للتغييرات التي طرأت على متصفح الملفات نيوتيلس هو إدراج
إمكانية أو نمط التصرف عن طريق التفرع أو التشاجر، حيث أني لو قمت افتراضيا يكون نمط التصفح هو عن طريق هو الأيقونات على هذا الشكل، لكن لو أظهرت أو اخترت نمط على شكل لائحة على هذا الشكل، فيمكنني اختيار تصفح البرامج أو الملفات أو المجلدات على هذا الشكل على شكل التشاجر. هذه الخاصية افتراضية في نوتيلوس النسخة التي ستكون في النسخة النهائية 3.8 من جنوم، لكنها غير مفعلة افتراضيا. يجب الدخول للتفضيلات، ومن هنا في العرض ستجد منظور القائمة. يجب تفعيل هذا الخيار لإظهار إمكانية التنقل على شكل تشجر داخل مجلد أو متصفح الملفات نوتيلوس أو الملفات، يسمى حاليا بالملفات. طيب، هذه كانت أغلب التغييرات التي لاحظت في النسخة الحالية 3.97 من جنوم. ما سيأتي أو ما هو مقرر ليكون في النسخة النهائية هو تقريبا ما أشرت إليه الآن، باستثناء بعض الأشياء الجديدة التي ستضاف. هناك أيضا الأشياء التي أشرت إليها ولا تعمل لحد الآن، مثلا كإظهار الخلفية أو التحكم في المجلدات التي أريد البحث فيها أو البحث فيها عن طريق شيء إلى أنه يمكن الضغط على زر سبر ويمكن البحث. هناك الآن نوع من نقول المنافسة بين واجهات جنوم شيل ويونيتي. هناك أشياء كثيرة أصبحت متشابهة بينهما لنقل، ولنقل أيضا أن كلا الواجهتين واجهتا في الأول معارضات. هناك كانت أراء معارضة لهما بالنسبة ليونيتي وجنوم شيل، لكن مع الوقت ألاحظ شخصيا أن الواجهتين تعرفان نضج كبير على مستوى الأداء وعلى مستوى الجمعيات. واجهة يونيتي في النسخة 13.04 من أوبونتو أصبحت أحسن من النسخة السابقة بشكل كبير من حيث الأداء والسلاسة. أيضا واجهة جنوم شيل أو جنوم 3 بصفة عامة أصبح في هذه النسخة نسخة 3.8، رغم أنها لا زالت تجريبية، أصبحت أجمل أحسن، وأيضا من ناحية الأداء أفضل. كما تلاحظون الآن يستخدم أو أستخدم 30% من المعالج رغم أني أقوم بالتسجيل، إذا لا تستهلك موارد كثيرة من حيث المعالج. ما أشير إليه أخيرا هو أنه حين أو من هنا إلى إصدار النسخة النهائية 3.8 هناك مواقع أيضا ستنضاف، مثلا كموقع I Love Gnome ستتيح أو سيتيح هذا الموقع مثلا إمكانية تثبيت سمات خاصة بجنوم شيل عن طريق أو ليس فقط السمات وإنما الأيقونات وسمات جي تي كي عن طريق نقرة واحدة فقط، وهذا سيأتي قريبا، يعني على ما أعتقد سيكون مباشرة مع إصدار النسخة النهائية من 3.8. إذا من يفضل واجهة جنوم شيل؟ أعتقد أن النسخة 3.8 ستكون نقلة جيدة بالنسبة له، ومن كان يعارضها يمكنه على ما أعتقد أن يعاود تجربتها، ربما ستروق بعض التغييرات الحاصلة أو التي ستكون في النسخة النهائية من 3.8. لحد الآن النسخة فيها بعض المشاكل كما لاحظنا، بعض الأشياء لا تشتغل، لكن أعتقد أن النسخة النهائية ستكون جيدة جدا. إذا كانت هذه آخر التطورات التي عرفتها بيئة المكتب جنوم في نسختها القادمة 3.8. نلتقي في درس قادم إن شاء الله. لا تنسوا أن تتابعوا قناة المجمع الإعلامية على اليوتيوب وفي موقع المجمع ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وجوجل بلس للحصول على آخر تطورات توزيعات لينكس والإعلاميات بشكل عام. إذا نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.